نشوف. مع فضلك ابحر لي العلاج التقييم والتقويم. التحسر او القلب المتحسر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. ما هي الحسرة؟ يعني وصف الله سبحانه وتعالى واديا من أودية جهنم اسم وادي الحسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، سورة محمد. حسرات سلم. هذا وادي الجنة، هذا وادي كما قال أهل التفسير. هذا الوادي يوضع فيه من يدخل الحزن على المسلمين فقط. أصل في نقطة، هو أنا كوني أحزن مسلمين هذا عقاب منفصل؟ في فريضة من الفرائض الغائبة إدخال السرور على المسلمين. ده فيه واحد يبني ممكن يدخل سنة ولا فريضة؟ فريضة. فريضة؟ فريضة أن أخليك تفرح. سبحان الله. تفرح بالخير، وإذا أردت خيرا فيجب أن أعجله حتى أهنئه. يعني إن عجلته هنأ ذا. يا الله. ما أجمل سترته. هذا الدين والله. نعم. ما أجمل هذا الدين. هذا يعني كنا أفرح المسلم. هذا دين رب العالمين. الله. يعني قال بعض أهل العلم من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله. ها. الله أكبر. ومن بكى من خشية الله ماذا يصنع له؟ له الجنة. تطفئ دموعه. يا سلام. لأن ذا كان ضعيف حتى وإن لفت ودارت وأتعبت فهي بس حيل الهرة الصغيرة. يا مولانا كسر لها ضلع يطلع ضها. لا ده على المقهى بتاع الحاج حسنين. في بنتين في البيت ولا عقربتين على عقربتين على الحيط ولا بنتين في البيت. لا لا لا, لا ال- 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 البنات بركة. وأنا أرى أنه كما نأمر أبناءنا وبناتنا أن يقبلون يد أبائهم وأمهاتهم ورؤوسهم، أنا أقول لربنا رزقه بنت كل يوم يقبل يدها الصبح. ليه؟ لأن أحسن تربيتها تكون سبب في دخول الجنة. ليه لا أقبل يد؟ ما كانش عند الرجال يعني وإذا بشر أحدهم بالأولى